بيكم في سهلة مهلة اليوم باش نعملو مع بعضنا غوسيت امريكان سهلة على الاخر اللي هي المافن البازيك دونك ما فيهش حد شيء وانتو ما تنجمو تزيدوه اللي تحبوه من بعد اللي هو ان تو بتي بو كروستيون من برا ومن داخل هشوش وبنين ونحب نقول لكم اللي الغوسيت هذي مانيش باش نستحقو للخلاط الكهربائي. بالنسبة للمقادير موجودين هوني قدامكم فارينة حليب ياغورت طبيعي حاجات حاسيلو سهلة على الاخر وبازيك وموجودة في كل دار ونزيد نكتب لكم المقادير اكزاكت في الانفو بوكس. سينو نبدأ اول حاجة نحطو الليمون هذوكم لكاسات ان بابيي في الليمون متاعنا ونبدأ ونغربلو المواد الشيحة اللي هي الفارينة الملح مع البيكنج باودر اللي هي حميض الجاتو مع الفاني ونغربلهم بالكدي بالكدي ومن بعد باش ناخذ السكر نتاعي ونزيد فوقهم ونخلط مليح مليح. حبيت نذكركم اذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في قناه سهله مهله تنزلوا على زر الاشتراك هكاك يوصل لكم كل جديد. ومن بعد ناخذ المواد السائله نتاعي اللي هي الحليب الياغورت والعظم ونخلطهم مليح في بعضهم حتى لين يولي عندي خليط متجانس وما عادش نشوف العظم. ومن بعد نحط الخليط السائل مع الخليط الشيح ونحركهم بالكدا بالكدا حتى لين يدخلوا في بعضهم. نبدا تويكا نحط في الخليط نتاعي في الكابس وان فيت اسهل حاجه لقيتها هي السكوب نتاع الكلاص هذيك تهبطهم ديريكتومون ويجيوكم كلهم قد قد. المافن هذايا ناتور لكن تنجموا نتوما زينوه تحبوا بالفيكيا تحبوا بالشوكولاتة باللي تحبوا نتوما الحاجات اللي تحبوها ويحبوها صغاركم باش مزيدة تخلي صغاركم يعاونوكم كيما انا عملت هنايا باش ما يمجونيش حطيتهم دونك يزينوا معايا. المافن نتاعي يدخل الفور سخون مسبقا ب 180 درجة المدة 20 تو 25 دقيقة حسب السخانة نتاع الفور نتاعكم. سينو تلقاوني كالعادة في فيسبوك وانستغرام على سهلة.